احمد عاطف، مهندس انتاجي ومدير التنفيذ لشركه منصون عرب لتصميمات الاجهزه الطبيه. احنا اشترينا مكنه من اعمار من حوالي سنتين ونص تقريبا. المكنه حالتها كويسه بتطلع شغل قيم. لما كنا بنطلبهم في صيانه او حاجه زي كده يعني في خلال 24 ساعه الناس كانوا بيكونوا موجودين عندنا. ان شاء الله هي صناعه طيبه، انصح يعني اي حد حابب يجرب صناعه مصريه ان هو يجرب يعني.